من الموارد ما يكفي إن أحسننا الإدارة. مشكلتنا في العراق كما مشكلتنا في المياه، مشكلة إدارة مياه وليس كمية المياه الواردة للعراق. أيضا بالأموال عندنا مشكلة في إدارة الأموال، في إدارة المالية العامة للدولة. وإلا ماذا تفسر جنابك والمشاهد الكريم؟ يعني عندنا في موازنتنا أتذكر بحدود 54 تريليون رواتب. هل من المعقول 54 تريليون من 129 تريليون فقط رواتب؟ إذا ذهبنا إلى الموازنة الاستثمارية تقريبا 22% زائد ناقص هي الموازنة الاستثمارية، نصها يروح جولات تراخيص ما نستفاد من عنده، يعني من الناحية التنموية أقصد. فبالتالي عندنا بحدود 11-12% من الموازنة العامة هي موازنة استثمارية، يعني مبالغ كبيرة، أرقام كبيرة، ولكن كلها تذهب بالاتجاه التشغيلي. وهذه أخطاء حكومات عملت في ظروف صعبة، هي مخطئة نعم، ولكن الظروف اللي مرت بها أنا ما أبرر لهم، ولكن لكل حكومة في ظروفها في الوقت اللي تعمل به لها ظروف معينة. يعني الآن أسألك بخبرتك كوزير وأستاذ جامعي، أنت الآن كوزير وأستاذ جامعي مختص بشغلتك، جولة التراخيص هل تلتمس لها العذر؟ هل هي كانت اضطرار أم مشروع فساد؟ أنا بكل حيادية بالرغم من كل المآخذ والملاحظات على جولات التراخيص، قد تكون في الأسعار أكو يعني نقاش، ولكن لولا جولات التراخيص لما استطعنا أن نصل حسب تقديري ويعني ما أفهم من الأمور وما مطلع عليه، لم نستطع الوصول إلى أكثر من 4-4.5 مليون برميل باليوم. إيش قد نصدر الآن؟ إيش قد نصدر الآن مع الوزير؟ إيش قد نصدر؟ يعني هو مقرب الموازنة 3.25، يعني طبعا إذا عندنا سقف تصديري نستطيع أن نصعد الرسمي الرسمي، ولكن حصتنا من أوبك حدود يعني الآن لا جولة التراخيص حدود 3، أقل من 3. لا مع الوزير، أعلى رقم وصلتنا إلى جولة التراخيص كإنتاج، ماكو فرق بين الإنتاج والتصدير، كل إنتاج يعني يستهلك استهلاك محلي. عندنا بحدود 700,000 برميل، عندنا بحدود يعني هاي الارقام قد تكون مو دقيقه لانه امام مو بوزاره النفط، ولكن اللي عندي اللي اقراه من تجيني بحكم عملي بحدود 700,000 برميل استهلاك محلي، وبحدود يصل الى 3.5 برميل يعني تصدير. فبالتالي احنا يعني 4 ملايين كبرنا ال 4 وربع او حتى نصل الى خلينا نقول 4 ملايين، اكثر من 4 ملايين انتاج. انت ملحق على الطرفين. نعم. ما هذه الكميه من دون جوله التراخيص النفطيه كنا ننتجها بذلك الزمن من خلال شركة النفط الوطنية ومن خلال الجهد المحلي؟ ماذا أضافت جولة التراخيص؟ مو كنا ننتشر؟ لا مو احنا استاذ نجم يعني هو هذا يعني يمكن ان يوجه الى وزير النفط يعني يكون جوابه ادق، ولكن احنا خلي نرجع الان موجوده، بس تروح للجوجل تسوي بحث تشوف العراق ايش قد كان ينتج قبل جولته، هسه مو بمحل دفاع عنها، يعني مو مختص بالموضوع، بس بموضوعية نذهب إلى نسأل الجوجل ونشوف إيش قد العراق كان ينتج قبل جولات التراخيص وإيش قد صعد الإنتاج، وممكن نسأل وزارة النفط بأرقام دقيقة. أنا مطلع لأنه أنا ناقشت